واش سي محمد المرابط راه كان دري زويون ونقي ايش مشاكل والدراري اللي كيقول لك مو مجود هو القران والدري تعليم العاشق مو الدراري اللي كيقول مو الدراري اللي كيقول لك هو راه كان مقرخب شي حاجه راه كيواحد كيبغي يدير شي اشاعه ماشي هذيك هو كان ضري في الحومه كلها كتسوي عليه راه كل شيء يقول لك هو راه الدراري زويون ما كيدير والو هو راه شي حاجه نقيه ماشي شي حاجه اللي مسخاوله حتى هو راه عنده اسباب وحتى هو راه مريض كيقرا القران كان كيدير تجويد القران راه واحد الفيديو راه كيدير تعليم عاشق و فهمتي عنده صوت مزيان وماشي واحد اللي موثق ولا شي صلي تكلم في القران هذاك الدريري راه صراحه عبد الله راه ترزينا فيه الله يرحمه وصافي كيقرا دار القران كان كيدير دار القران تعليم عاشق صوته زويون تيكور تيدير كلشي الله يرحمه وصافي كيفاش خدمتوا لنا بعد واحد الدقيقه انت تشوف باقيين حنا كيف من البارح وحنا دايرين هكا ها ماشي قاش بلي تا هو حنا اصلا البارح كنا في السرير ما مختفي كاع 10 ايام هو مختفي حتى حنا اليوم اللي عاد قالوا لنا راه لقاو شي واحد في السرير باش لقيناه شي مختفي فاش لقاو قالوا ما في السرير لحد الان خرج راسو واحد يعني كبير شي حاجه نقولوا مازال غيصطف العام ولا 17 عام ومن بلي ما ولو كان تيصلي وتيحفظ وحافظ القران وحافظ كل شيء وقد الله هذا ما كان كان سالف هذا كان كاشي 4 ايام ولا 5 ايام هو واقيلا هربان على دارهم وداك الشيء حتى جاو عنده بوليس قالوا راه لقينا واحد سي ديكلاري لقينا واحد سميتو في سيريز راه طايح واش ولدك هذا وهذا الشيء اللي كاين اللي هو كان كيقرا في دار القران لا 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 عمري شرع عليه شي حاجه ما نكذبوش على الله شو يدور تسخنا الخبر قالوا لا هذه قالوا ولد راه لقيناه في الشارج هكاين هكاين زعما ملي سخنا الخبر قالوا عليه ميت مقتول ميت ولا مقتول ولقاوه ميت في الشارج لا قاتل ولا ميت الله اعلم هو كيف كان انسان طيب ما ما كيعما ما كاين لا مشاكل لا لا مشاكل كانوا كاع الناس كيشكروا كيقول لك الدري العام راس العام شي انا كيكمي ولا كيدير شي حاجه ولا ما مبلي ما والو خويا ما عندك شي واحد ما يقول لك فهمتي الدري مزيان وتيقرا مزيان وتابع والديه طايع والديه اللي صابو ما نعرف مشى خرج ما رجعش بقاو تيقلبوا عليه والديه حتى لقاوه فاسمي حتى لقاوه في الطبيب خمس ايام تلقاه والديه في الطبيب هادشي اللي كاين تيقرا في دار القران كان تيقرا في شي بلاصه في الزيتون ولا ما نعرف حولوا باه هنايا للبرج كان دري رياضي وكان تيلعب الرياضه وكان سميتو كان مزيان اخويا ما عنده حتى شي حاجه زعما شي حاجه تشك فيه تقول تيكمي الحشيش ولا هادي ولا هادي كيدير حتى شي حاجه اللي هي خايبه وكتهضر معاه تيحشم وديما مع بواه هاد الاربع ايام اللي غبر ما عرفناش شنو وقع له ما عرفناش شنو الدافع اللي خلاه يدير هذا الشيء العائله ديالو شاكه في شي حد اللي يكون هو اللي العائله ديالو ما شاكين حتى في شي واحد ما تهمين حتى شي واحد ما شاكين حتى في شي واحد وكون تكون شاكين في شي واحد كون راه طالت المسطره صح هادشي اللي كاين وليد صراحه الله شهد الله ذاك وليد طيب مربي مخلق كنشوفوا عليه غير خير ما حتى المرافقه ديالو كنشوفوا مرافقه حسنه والديه ما شاكين في حتى شي حد مشي داروا لوطوبسي ديالهم حتى في لوبيتال واحد الساعه قال زعما يعني ما قتل واحد ما والو يعني لا هو كان مختفي على الدار ديالو خمس ايام عاودوا حسوا عليه هو كان مختفي خمس ايام اختي هو مختفي وإنا بالله وإنا إلى راجعين وصافي والله يرحمه ولا يصبر والديه والله يعطينا الصبر خا اختي في السارج طلع في السارج يعني متغيب خمس ايام تلبح مع 10 الصباح وطلع فوق الماء شافوا الدراري ديال المدرسه عيطوا للسلطات جاو داروا الاجراءات ديالهم الله يجازيهم بخير والله يهدي خت علينا الامن وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويستر